السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نلقاكم دائما على خير، وتقبل الله صيامكم. معكم دائما من برنامج البشارة. حلقاتنا متواصلة من برنامج البشارة، واليوم نكمل موضوع حلقاتنا السابقة من بشارة الصيف، بشارة القيظ، بشاير الرطب وموسم الرطب. هذه البشارة جميلة جدا وفيها معاني جميلة جدا، منها ما عرجنا عليه في حلقاتنا السابقة، وأيضا بها كثير من المعاني والقيم الجميلة. موسم الصيف وموسم لقط أو التقاط الرطب، وأيضا تضميد التمر، هذه الفترة من الفترات المهمة والحاسمة عند الأهالي والأجداد وآبائنا في الماضي. بدأناها وتحدثنا عن الرطب والتقاط الرطب. يصل الرطب طبعا بكل حب وبكل عناية من أصحابه الذين يهتمون به إلى ما يسمى بالمصطاح، وهو المكان اللي يجمع فيه الرطب ويجفف الرطب، ثم بعد ذلك يعمل على يعني تنظيفه واستخراج الأشياء التي غير مستحبة فيه، وأيضا يعمل له أكياس خاصة، منهم من يستخدم الخيش، ومنهم من يستخدم طبعا الضميدة، ومنهم من يستخدم يعني أكياس خاصة فيه كانت تعمل من قبل الأمهات، يعملوا ويحفظوا هذا التمر فيه. وهذه المرحلة تطول ربما الشهر وربما الشهرين، لكن يحاول هذا المزارع قبل أن يعني يدخل علينا موسم المطر، وأحياناً ما يعني يقدم عندنا، مثلاً يقولوا يقدم المطر، يستقدم المطر قبل في نهاية فصل الصيف، يعمل هذا المزارع أو صاحب النخل أو صاحب هذا المصطاح أنه يسارع في ضم أو الاحتفاظ بهذا الرطب. طبعاً التمر يقسم، إما تمر إلى يستخدم للبيع الاستخدام كعلف للحيوانات، وأيضاً تمر للعائلة وغذاء العائلة طوال طبعاً هذه الشهور الستة التي تأتي بعد فصل الصيف. ومنهم أيضاً من يجعلوه، هناك تمر خاص بالدبس اللي هو من النخل أو الرطب اللي هو يعمل به في الدبس، فأيضاً يخصص له مكان آخر في الحفظ. فإذاً عندنا هذه النخلة، هي النخلة المباركة، هي التي تثمر، هي التي تعطي الرطب، وهي التي تعطي التمر. وكل مرحلة من هذه المراحل أيضاً تكون بها معاني، وتكون بها قيم، وتكون بها دروس مستفادة لكل شخص، للأبناء وللآباء وللأمهات وللأبناء وللبنات وللجيران وكل من حضر هذا الموسم. لا ينتهي الموسم إلا وقد ضمد هذا التمر وحفظ في أماكن مخصصة له، وهذه طبعا تتم من خلال أنه يرحل من أماكن السكن في الصيف إلى أماكن السكن في الشتاء، فيحفظ في المخازن ويحفظ في القطيعة الخاصة به أيضاً التي تعمل للدبس وتسمى بالمدبسة، لأنه بعد ذلك سيكون لها شأن آخر خلال فصل الشتاء. فهذا هو ما كان يحصل ويحدث
في فصل الصيف من تباشير الصيف وتباشير الرطب. إذا أردنا أن نتجول في هذا الموضوع فيكون طبعاً له وقت أطول وزمان أطول، لكن نحن نعبر إلى الماضي لنأخذ الفائدة، نأخذ العبرة، نأخذ يعني القيمة، القيم والقيمة والثمرة التربوية من هذا الموسم أو من هذه البشارة. وإن لم نتحدث عن أمر أو إن احنا أهملنا جزء أو إننا يعني بينا أمر ولم نبين أمر، فنحن نقصد فقط هو الاستفادة وأخذ القيمة التربوية لهذه الفترة. فتنتهي فترة الصيف بكل معانيها، ثم تكرر كل سنة. كل سنة بعد فصل الصيف يعودون إلى المشتى بيوت الشتاء، وطبعاً يستخدم هذا التمر في الغذاء الرسمي مع دلة القهوة، هو الغذاء الرسمي، وطبعاً تعرفون ما هي فوائد هذا التمر. ويعود الناس من المقايض إلى بيوت الشتاء، حيث يعني الجماع، وحيث البيوت اللي هي المخازن، وحيث الكراين، وحيث المهم بيت الشتاء، فيعودون وتنتهي عندنا مرحلة الصيف. انتهت مرحلة الصيف وانتهى، وظلت السنوات وسنوات الناس ينتقلون من البيوت الشتاء إلى الصيف وهكذا وإلى النخيل. وهناك أيضا معلومة، كثير من الأسر أيضا لا يتسنى لها أن تنتقل إلى بيوت الصيف، فقط يقومون بعمل منازل لهم داخل بيت الشتوي. البيت الشتوي يقام فيه مثل العريش، مثل المظلة، مثل السبلة، مثل المهم أن يكون هناك يعني شيء يحصل على البرودة، على يعني الهواء. فطبعاً ما كان هناك لا المكيفات ولا أدوات التبريد ولا غير ذلك. يكثرون من زراعة الأشجار، ويكثرون من زراعة المانجو وزراعة الأشجار التي تجلب لهم طبعاً الهواء الجميل والعليل في فصل الصيف. انتهى فصل الصيف ونحن الآن نعيش هذه الفترة، ونحن لاد اليوم. يا ترى هل حصل هناك تحول أو ما زالت العملية موجودة؟ أن الناس في الصيف تذهب وتقيم المنازل الصيفية؟ لا، هذا هو ما حصل وما تحول في الوقت الحاضر، بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة الاتحاد، وبعد أن من الله علينا بنعمة النفط وحكومتنا الراشدة واعتنائها بالمواطن واعتنائها بالإنسان الإماراتي. ظهرت عندنا الكهرباء، وظهر عندنا التمدن، وظهر عندنا الحضارة والاستقرار، فأصبحت الناس مستقرة في بيوتها، يعني لا وجود هناك لبيوت الصيف أو الانتقال إلى المنازل الصيف. لكن هل ما زالت هناك هذه المراحل موجودة؟ هل ما زالت هناك مراحل التقاط الرطب وتباشير الرطب وعملية جمع الرطب والاعتناء بهذا الرطب وأيضاً الاعتناء بالتمر؟ نعم، هذه الأشياء موجودة، الاعتناء بالتمر موجود، والاعتناء بالرطب موجود، والاعتناء بالنخيل أيضاً موجود. فالدولة أصبحت تنتهج الإكثار من المساحات الزراعية، وهذا ما بدأه رحمة الله عليه مؤسس هذه الدولة الشيخ زايد بن سلطان. الإكثار، دعا إلى الإكثار من زراعة النخيل، وانتهجها سياسة سار عليها كل حكام الإمارات،
ونحن نلاحظ الآن المساحات الواسعة والشاسعة من مزارع النخيل، هذا يدل على أن العناية بالنخلة ما زال موجوداً. بعد هذا الفاصل سنعود معكم لحديث آخر، انتظرونا. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نواصل حوارنا. فالاعتناء بشجرة النخيل من الأمور المهمة في دولتنا الحبيبة، ومن الأمور التي تعطى لها اهتمام، فهناك وزارة خاصة منها وزارة الزراعة، فلها أساليبها الخاصة وأيضاً الواضحة في الاهتمام بزراعة النخيل، وأيضاً مساعدة هؤلاء المزارعين على الاهتمام بشجرة النخيل. كذلك الاحتفاظ والعناية بالتمر والرطب، فالرطب في الوقت الحاضر أيضاً يعتبر من هذه التباشير الجميلة، فيتباشرون، نعم يتباشرون بهذه النخلة ويتباشرون بهذا الرطب. فنحن الآن في شهر رمضان سنتباشر بقدوم الرطب، وربما قد وصلنا أيضاً، فيأتي الرطب معه الخير، ويأتي الرطب ومعه طبعاً كل الفرحة. فأصبح للرطب أيضاً اهتمام كبير من ناحية الدولة والاهتمام بالمزارعين، وأيضاً أقيمت هناك ما يسمى بأسواق الرطب والمزاينة بالرطب وأنواع الرطب. لم يكن يعني ربما كان في الماضي 4 أنواع 5 أنواع من أنواع النخيل، الآن نحن نتكلم عن المئات من الأصناف والأنواع، ونتكلم عن أعداد كبيرة من ماذا؟ من النخيل. وهناك أيضاً أقيمت أسواق وأقيمت المصانع، الاحتفاظ بهذا التمر بطرق سليمة وبطرق صحية جميلة، وتقديمه للمستهلك بشتى الطرق، بل يعني ظهرت عندنا صناعات تقوم على هذا التمر، فهناك صناعات كثيرة مرتبطة بالتمر اللي هو نتاج هذه النخلة، اللي هو نهاية، سبحان الله، نهاية الموسم الرطب. والرطب أيضاً بداية الأمر الناس يستبشروا فيه، فيكون مثلاً الكيلو له قيمة أكبر من نهاية الموسم. فتباشير الرطب وتباشير الصيف تلعب دور الأهمية في هذا الشعب وهؤلاء الناس. نعم، يذهب الكثير من الأهالي الآن إلى النخيل ويعتنون بها ويهتمون بها بشكل شخصي، فهناك أيضاً بشكل عام وهناك أيضاً بشكل شخصي، فكثير من الآباء وكثير من الأجداد اللي الله أعطاهم العمر الطويل بدأوا أيضاً يهتمون، فلم يتركوا هذه النخلة ولم يتركوا هذه المواسم، فاستجلبوا العمال عندما بدأ الشباب يخوضون الوظائف وينشغلون في الوظائف المكتبية وأيضاً في الوظائف التي تحتاجها الدولة، فبدأ هذا المزارع يستعين ببعض العمالة التي تساعده في إتمام هذا الموسم ونجاح هذا الموسم. وأحياناً يحدث أن يتشارك هو وجاره، أو هو وأهله، هو وأولاده، من لديهم هذه الحب ولديهم هذا
الاعتناء، فكثير من الشباب ما تركوا مهنة الأجداد وما تركوا مهنة الآباء، فظلوا يعني يسيرون وراء هذا الأثر ويفرحون بهذه المواسم. هي كلها فرحة وكلها عناية وكلها اهتمام. كلما مر علينا هذا الفصل نتذكر الماضي ونتذكر تلك الأيام الجميلة ونتذكر تلك اللحظات الجميلة ونتحدث عن هذه المواسم الجميلة. وعندما يأتي أيضاً موسم الجمع وموسم التمر وفصل الشتاء وكيف الناس يحتاجون إلى هذا التمر، أيضاً نتذكر هذه المواسم الجميلة. الغذاء موجود وهو التمر عند هذا الإنسان، سواء كان في الماضي وفي الوقت الحاضر. من الأشياء الجميلة أن ترى علبة من التمر فيها مزيج من المكسرات أو مزيج من المواد الغذائية التي أدخلت عليها لتحسن مذاقها أو لتعطيها نوع من الجمال. هذا كله عناية، فالعناية موجودة سواء كانت في الماضي أو كانت في وقتنا الحاضر. التمدن والحضارة لا تمنع من الاستمتاع بالأوقات الجميلة، والحضارة والتطور لا يمنع من أن نتحدث عن هذه القيم ولا أن نحافظ على هذه الموروثات القديمة. فمن ليس له ماضي لا حاضر له، كما أوجدها فينا رحمة الله عليه مؤسس هذه الدولة. نحن لن يستقيم لنا حاضر إذا لم نتكلم عن الماضي، ولن يكون لنا حاضر إذا لم نتمسك بموروثنا القديم ونفتخر به ونباهي به وندعو أبنائنا وأجيالنا للتمسك بهذا الموروث، فعندما يقدم الصيف تهل علينا البشارة. فالاعتناء أصبح موجود وأكثر أيضاً راحة وأكثر سهولة، فالآلات موجودة والمصانع موجودة والأيدي العاملة أيضاً أصبحت متوفرة بوفرة. كما هو الجودة هو الجودة، فالتمر والرطب من الأغذية المهمة، فالاهتمام بها هو الاهتمام بالنخلة، هي صديقة الإنسان في الماضي وصديقة الإمارات في الوقت الحاضر. دائماً نباهي بها عندما نراها حتى داخل المنازل، داخل منازلنا نرى النخلة، وبين الشوارع نرى النخلة، وفي استراحاتنا أيضاً نرى النخلة. فأصبح الآن الأهالي الأبناء الذين يحنون إلى الماضي يقيمون ماذا؟ لهم بيوت صغيرة يتذكرون الماضي ويقيمون فيها، أو أحياناً يغيرون الأجواء إلى هذه المناطق وإلى هذه ماذا؟ الأوقات الجميلة. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بخير. دمتم بخير، في أمان الله.